فاش شديت اول مره شديت بقى صغير عندي 13 عام شديت على قبل الصارقه شديت دابا عاوتاني على قبل الصارقه عاوتاني اجي مطلوب في هذا المنشف هذا الحمد لله هاد الاوراشات كيعاونونا الحمد لله قدموا لنا هاد البرنامج هذا ان شاء الله هاد البرنامج يدير لنا الشيء ديال الخير البرنامج الحمد لله كيجينا زوين وراشات زوينه كينقد الدراري شحال من واحد نقدهم باش نرجع للحبس الحمد لله والله يدير لنا الشيء ديال الخير الله يعفو علينا ويعفو على امه محمد. كنحضروا اليوم بدعوه كريمه من المديريه العامه لاداره السجون واعاده الاجماج في الانطلاقه الرسميه لبرنامج مصارحه. هذا البرنامج اللي كنعتبره هو مشروع نموذجي وفريد على المستوى ديال المغرب، يعني في تقريبا تكون هذه اول تجربه اللي كيخوضها فعاليه المجتمع المدني مع مجموعه ديال المؤسسات الوطنيه والدوليه كذلك تحت الاشراف ديال المديريه العامه لاداره السجون من اجل الاشتغال على ظاهره العود عند خصوصا عند الشباب الاحدث اللي هما في تماس مع القانون نزلاء المؤسسات السجنيه. بالنسبه لجمعيه الشباب لاش الشباب كذلك خاضت مجموعه ديال التجارب في هذا المجال هذا، خاصه التجربه اللي خوضناها مؤخرا اللي كنخوضوها حاليا مع المديريه العامه ومع المركز المغربي مع المركز الوطني للمحاكم الولايات عفوا اللي هي قافله ادماج واللي كنشتغلوا فيه على تعزيز الفرص الادماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب في حاله التماس مع القانون سواء نزلاء المؤسسات السجنيه ولا اللي هما نزلاء سابقين ديال المؤسسات السجنيه. برنامج مصارحه كيجي كتتمين ولا كتتم لهذ البرامج هذه اللي كتشتغل عليها مجموعه ديال الجمعيات مع المديريه العامه اللي غنحاولوا من خلال اننا نقيسوا الجانب ديال تقويه القدرات ديال هاد الشباب خاصه في المجال ديال رياده الاعمال ديال المهارات الحياتيه ديال القياده المجتمعيه ديال روح المواطنه كذلك من اجل الاعداد ديالهم ان شاء الله المرحله ديال المواكبه البعديه من بعد ما يخرجوا من المؤسسه السجنيه من طرف المؤسسات اللي كتشتغل على التربيه اللاحقه وتعزيز الفرص ديال الادماج ديالهم باش ما يكونوش ضحيه ديال حالات العود للمؤسسات السجنيه. واش بالنسبه للشغل ديالي انا الميداني بحكم انني كنشتغل كذلك كمؤطر داخل المؤسسه السجنيه في اطار البرنامج اللي هضرت عليه كاينين مجموعه ديال الحالات ديال الشباب اللي هما في سن اللي هما سواء شباب صغير ولا اللي هما احداث تقريبا 15 عام تقريبا حتى 20 سنة واللي عندهم حالات عود متكررة جدا. كنهضر على واحد الحالة اللي في عمره 19 عام عنده أكثر من يعني عنده 11 حالة ديال العود، كاين شباب اللي هما أقل من ديك السن وعندهم كذلك حالات ديال العود وكتباين الأسباب والمشاكل اللي كتخليهم يرجعوا، كاين أسباب اللي كتعلق بالأسرة، ما كاينش أسرة حاضنة اللي الأسرة حاضنة، كاين الفرص ديال الإدماج ديالو كتكون قليلة بحكم أنه حدث باش يرجع للمدرسة، كاين مجموعة نقدروا نقولوا بأن المشكل هو مشكل اللي هو مركب ماشي ما عندناش قاعده اللي تقدر تقول بان هادو هما المشاكل اللي ممكن، ولكن كنقول بان هاد المجهودات اللي كتقوم بها المديريه العامه لاداره السجون واعاده الادماج لا من خلال الدراسه اللي يتم التقديم ديالها اللي هي دراسه اكاديميه حول ظاهره العود، لا المجهودات اللي كيقوموا بها الاطور ديال 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 المديريه داخل المؤسسات السجنيه، لا الفعاليات ديال المجتمع المدني. كنتمنى ان هاد التوليفه هذه اللي غتشتغل على برنامج مصارحه تعطي نموذج اللي يقدر يعطي اثر كبير في مناهضه ظاهره العود داخل المؤسسات السجنيه.